القرآن. أما لماذا قال الله شيخ، لماذا ذكر الله يعني سيادة هذا أن القرآن عربي رغم أنها مسألة بديهية؟ أولا الله يتكلم بما يشاء، فقف على حد الأدب مع الله. ثانيا هذا تذكير بأن القرآن بلسان عربي، ومن ثم ينبغي أن نتعلم اللغة التي نزل بها القرآن. ثالثا أن الله قال في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كان يقول هذا قرآن عربي. القوم كانوا يقولون عن رسول الله إنما يعلمه بشر، يقولون عن الرسول في واحد أعجمي يعلمه. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قالوا يعلمه واحد رومي هو اللي بيعلم الرسول كذا قالوا. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. السلام عليكم.